بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 81. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم، هو الإيمان كما هو معروف، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. من لا يؤمن بالقدر فإنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لأنه افتقد ركنا من أركان الإيمان بالقدر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، مما يدل على مكانة الصبر من الإيمان. 90 موضع كرره في 90 موضعا. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله، لأن الطاعة فيها مشقة، لا سيما إذا تكررت الطاعة، تكررت الطاعة في اليوم والحياة، تحتاج إلى صبر. صبر على طاعة الله، هذا واحد. الثاني صبر عن محارم الله، عن المعاصي والذنوب والسيئات والمنهيات، يصبر عنها وإن كانت نفسه قد تنازعه إليها، أو دعاة الشر والضلال يزينونها له ويحسنونها له، لكن يصبر عنها. صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة. الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يجري عليه من أقدار الله ما يؤلمه وما يوجعه، ولكنه يصبر على ذلك طاعة لله عز وجل. نعم. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. الصبر ضياء، الصلاة نور، الصبر ضياء، إلى آخر الحديث. ضياء يعني أنه ينير الطريق أمام المؤمن في حياته، فيسير في نور ويسير في وضوح لما أمامه. نعم، الصبر ضياء. نعم. وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي مسلم عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن الصبر يمنع الإنسان من الوقوع فيما يضره من معصية الله ومن شهواته المحرمة، يمنعه الصبر عن هذه الأمور، فيكون ذلك خيرا له، كما قال الشاعر: الصبر كالصبر مر ملاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر،
رواه البخاري. قال عمر الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وجدنا خير عيشنا بالصبر، لأن الصبر يعينك على الاستمرار في طاعة الله، يعينك على تلقي الحوادث والمصائب بالصبر وعدم الجزع. الصبر من الدين، كما قال علي بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: الصبر من الدين كالرأس من الجسد. أي دين ليس عند صاحبه صبر فإن هذا الدين ميت، لأن الجسد إذا قطع رأسه مات. الصبر رأس الإيمان، كما أن الرأس رأس البدن. نعم. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. نعم. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. ثم رفع أمير المؤمنين صوته فقال: ألا إنه، ألا تنبيه، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. فلا يتم الإيمان إلا بالصبر، ولا يستمر الإيمان إلا بالصبر. نعم. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع. اشتقاق الصبر من الحبس، لأن الصابر يحبس نفسه عن الجزع، ويحبس نفسه عن الشهوات المحرمة، ويحبس نفسه عن المعاصي والذنوب، ولذلك سمي صبرا، سمي صبرا من الصبر وهو الحبس. نعم. والصبر قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك أي احبسها مع هؤلاء، ولا تذهب مع أصحاب الثروات وأصحاب الشهوات، اصبر نفسك مع الفقراء، وإن كانوا اصبر نفسك معهم، وإن كانوا ليس عندهم شيء تحبه النفس. نعم. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم. نعم. الصبر فيه حبس للنفس عن الجزع، وفيه حبس اللسان عن التشكي، حبس اللسان عن التسخط والشكاية لما يجري عليه، والثالث الجوارح عن لطم الخدود وشق، حبس الجوارح يعني الأعضاء عن لطم الخدود وشق الجيوب. دعوى الجاهلية عند المصائب، كانوا في الجاهلية النساء إذا أصابهن مصيبة تلطم خدودها وتشق جيوبها، فجاء الإسلام بمنع ذلك ومقابلة ذلك بالصبر والاحتساب. هناك طائفة الآن يحيون هذه السنة الجاهلية في يوم عاشوراء، يضربون صدورهم ويلطمون خدودهم ويشقون جيوبهم، يحيون هذه العادات الجاهلية والعياذ بالله. نعم. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام. نعم. صبر على ما أمر الله به، صبر على طاعة الله، هذا واحد، صبر عن محارم الله، صبر على أقدار الله، هذه أقسام الصبر. نعم. صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. نعم. وأول ما أصاب، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله،
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. نعم. وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. أي نعم، بأمر الله يعني بقدره وقضائه. نعم. أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض بنقص الثمار وتلف الزروع ونحو ذلك، ولا في أنفسكم من الأمراض والمصائب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب القدر، أن الله كتبها وقدرها سبحانه وتعالى، قدرها ثم كتبها في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعها. إن ذلك على الله يسير، لا يعجزه شيء، إن ذلك على الله يسير. ثم بين الحكمة: لكي لا تفرحوا بما، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني أخبرناكم بأن المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ ولا بد من وقوعها، لكي لا تأسوا، يعني تحزنوا على ما فاتكم من ملذاتكم وشهواتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، فرح البطر وفرح الكبر. أما الفرح الذي لا، مجرد أن تفرح بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا فرح مشروع. والفرح الممنوع هو الذي معه جزع وتسخط من قضاء الله وقدره، إذا أصابته مصيبة يجزع، وإذا أصابته نعمة يفخر ويبطر. نعم. وقال: وبشر الصابرين. بشر الصابرين، يقول الله لنبيه: بشر الصابرين، أي أخبرهم بخبر سار يظهر أثره على بشرتهم. فالإنسان إذا فرح يظهر على وجهه، يظهر على وجهه الفرح والسرور والاستبشار والنور. نعم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، نحن ملك لله، يتصرف فينا كما يشاء سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون يوم القيامة فيجازينا على أعمالنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله جل وعلا: أولئك، أي الذين يقولون هذه المقالة، أولئك عليهم صلوات من ربهم، الصلاة من الله الثناء، أي ثناء من الله يثني عليهم سبحانه وتعالى، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب، جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. نعم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بقضائه وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال حلقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم.
قوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. نعم، إن الله بكل شيء عليم يعني لا يخفى عليه ما أصابكم وما حصل لكم من الألم والمشقة، الله يعلم هذا، والله جل وعلا بكل شيء عليم، فلا يضيع صبركم واحتسابكم وثباتكم على الدين عند المصائب، يعلم ذلك سبحانه، فلا يضيعه عليكم إنما يحفظه لكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ولا يجزع ولا يسخط، لأن الله هداه يهدي قلبه. نعم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال هو الرجل، هذا الأثر، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. قال هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. رواه ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور العظيم الذي هو أم التفاسير ومرجع المفسرين. قال ابن جرير وابن أبي حاتم. رواه ابن جرير يعني في تفسيره، وابن أبي حاتم. نعم. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد الستين. نعم. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان. الأعمش سليمان بن مهران، وكان من الحفاظ المتقنين والرواة مع المشهورين. نعم. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى. يعلم أنها من عند الله، هذا من يؤمن بالله يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. هذا لأن ما كان من عند الله فلا بد أن يقع، إذا علم هذا أنه من عند الله وأنه لا بد أن يقع مهما حاول النجاة منه، فإنه يرضى عن الله ويسلم له ولا يجزع ولا يسخط، تكون المصيبة بالنسبة له منحة من الله عز وجل. نعم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، على أن الإيمان مسمى الإيمان، لأن الرضا بقضاء الله هذا عمل، وقد وصفه بأنه من الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يرضى ويسلم، هذا عمل. نعم. فعبر عن الرضا والتسليم بالإيمان، فدل على أن العمل من الإيمان. نعم. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابر. من يؤمن بالله يهدي قلبه في الآية، وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب. إيه. نعم. وأنها من ثواب الصابر. من يؤمن بالله يعني يصبر يهدي قلبه،
فهذه ثمرة الصبر، أنه سبب للهداية، هداية القلب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني كفر أصغر أو مخرج من الملة، كفر أصغر، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان، ينقص الإيمان. وما جاء في الأثر هو من هذا النوع من الأصغر. نعم. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب. طعن في النسب، يعني تطعن في أنساب الناس، فلان ماله نسب، فلان فيه كذا وكذا، فلان عتيق ومملوك، وفلان من الطائفة التي ليس لها نسب، يعني نسب عربي، نسب معروف، ويحقر أنساب الناس. لا يجوز هذا، لا يجوز أن تحقر أنساب الناس. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ثم بين سبحانه أن الناس سواء في الأصل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفتخروا. قال المفسرون: الشعوب للعجم والقبائل للعرب، جعلناكم شعوبا وقبائل. لأي شيء؟ لأجل الفخر؟ لا، لتعارفوا. كل يعرف نسبه، فمعرفة النسب طيبة، دراسة الأنساب ومعرفة الأنساب هذا طيب، لكن لا يفتخر أحد على أحد. نعم. الطعن في معرفة النسب يحصل بها صلة الرحم، إذا عرفت بني عمك وأقاربك يكون هناك صلة وتزاور. نعم. الطعن في النسب والنياحة على الميت. النياحة على الميت هذا من أمور الجاهلية، رفع الصوت لتعداد محاسن الميت وعضداء وكذا وكذا، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، ينوحون على الميت، وهذا من أمور الجاهلية ومحرم، كبيرة من كبائر الذنوب. أما البكاء على الميت فلا بأس، من غير جزع البكاء، هذا لا يملكه الإنسان، ما يستطيع يدفع البكاء إذا أصابته مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، بكى وقال: العين تحزن، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. نعم. فالحزن والبكاء لا يؤاخذ عليه، إنما رفع الصوت بالنياحة وعضداء وناصراء وكذا وكذا، هذه هي أمور الجاهلية. نعم. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، من أعمال الكفرة. نعم. وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. يبقى في الناس من أمور الجاهلية شيء، يبقى في المسلمين يبقى فيهم شيء، لكنها لا تضرهم، لا تضرهم هذه البقايا من أمور الجاهلية، هذه لا تضر المسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لعمار يا ابن السوداء، قال: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. نعم. ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله، ما يسلم من هذه البقايا والرواسب
الجاهلية إلا من سلمه الله عز وجل، لكنهم قليل، يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية. نعم. إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به. نعم. ولكن ليس من قام به فضل العلم، أن العلم يقي من هذه الأمور، أما الجاهل فإنه يندفع ويتكلم ويسخط ويبدي أشياء، أما العالم فإنه لا، العالم يضبط نفسه. نعم. ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر. انتبهوا، هذه فائدة عظيمة. ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا، وإنما يكون هذا كفر دون كفر، يكون كفرا أصغر، وإلا فهو مسلم. نعم. ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، يعني الكفر الأكبر. نعم. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. أي نعم، يصير مؤمن لكنه ناقص الإيمان. نعم. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما نعم. في قول هذه فائدة، إذا جاء الكفر بالألف واللام، الكفر هذا الكفر الأكبر، إذا جاء كفر كذا نكرة هذا هو الكفر الأصغر، والذي جاء في الحديث هو هذا، ثنتان بالناس هما بهم كفر. نعم، يعني كفرا أصغر. نعم. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. أي نعم، كفر منكر يعني نكرة ليس فيه ألف ولام. نعم. قوله الطعن في النسب أي عيبه، عيب النسب، الطعن في النسب عيب النسب. نعم. ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. أي بعضهم يقول هذا والله أن هذا ما هو ولد فلان، هذا تنقص لنسبه، وإن كان لا يقصد نفيه عن أبيه، لكن يقصد أنه ناقص عن أبيه، ناقص عن أبيه. نعم. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد الصوت بالندب وعضداه و ورأساه وكذا، وهذا الندب يعني رفع الصوت بالمصيبة، هذا نياحة. نعم. أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر. نعم. كقول النائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك. نعم. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن نعم، وأن من الكفر الصبر على المصائب واجب. نعم. دليل وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، وأن وفيه دليل على أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، قوله هما بهم كفر، ومع هذا هم مسلمون، فهذا كفر أصغر لا ينقل من الملة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، لهما أي للبخاري ومسلم. نعم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا أي ليس على سنتنا وطريقتنا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وعيد شديد على من فعل ذلك، يشق الجيب ولطم الخد ودعا بدعوى الجاهلية. الواجب الصبر والاحتساب، المصيبة حاصلة، لكن إن صبرت أجرك الله وكتبها لك في ديوان حسناتك، وإن جزعت
أصابتك المصيبة وفاتك الثواب. نعم، هذا من نصوص الوعيد وقد جاء. نعم، ليس منا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، هذه نصوص الوعيد تمر بلفظها كما جاءت ولا تفسر، هذا أحسن. نعم، هذا من نصوص الوعيد وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. كراهة تأويل هذه النصوص الوعيدية، ما تقول للناس هذا كفر أصغر، هذا شرك أصغر، يستهينون به، لا تنشر هذا، وإن علمته لا تنشره، خله على ما جاء. نعم، كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس، كراهة ما قال تحريم، قال كراهة، كراهة تنزيه يعني. نعم، كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وهو يعني كذا فسرتها وقلت هذا أصغر هذا كذا، يهون عليهم، خل على ما جاءت علشان تردعهم. نعم، وهو يدل على أن ذلك، لكن لا بد أن تعلمها، لا بد أن تعلمها، لكن لا تنشرها بالناس يستهينون بها. نعم، ما كل ما يعلم يقال. نعم، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان المطلق. أي نعم، فيه أشياء تنافي كمال الإيمان ولا تنافي أصل الإيمان. نعم، قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا لكونه الغالب، وإلا لو ضرب غير الخدود يدخل من باب الجزع، يدخل في هذا. نعم، كالذين يضربون صدورهم. نعم، خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. نعم، قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. نعم، قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام رحمه الله هو ندم الميت. إيه نعم، ندم الميت وعضداه وعناصراه وإلى آخره. نعم، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، يا ويلاه يا كذا يا كذا، هذا من أمور الجاهلية. نعم، وقال ابن القيم رحمه الله الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية ومثله دعوة، ها؟ الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية. يعني نعم، وكل واحد ينادي قبيلته ينتصر بها، إذا حصل نزاع بين اثنين كل واحد ينادي قبيلته، ولما حصل نزاع بين أنصاري ومهاجري وقال الأنصاري يا معشر الأنصار، وقال المهاجري يا معشر المهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهما أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وسمى هذا من دعوى الجاهلية، مع أن اسم الأنصار والمهاجرين اسم طيب، ولكن إذا قاله من باب الندبة والاستعداء على الآخر فهذا مذموم. نعم، لأن المؤمنين أخوة. نعم، الأنصاري والمهاجري أخوة. نعم، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. نعم، إذا كان المهاجرون والأنصار ما يجوز أن الإنسان يعتزي بهم، فكيف بغيرهم من العلماء والمشايخ القبائل وأكابر القبائل لا يعتزي بهم. نعم، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، ومثله التعصب للمذاهب، حنبلي يتعصب للمذهب الحنبلي، وحنفي يتعصب للمذهب الحنفي، وهكذا لا يجوز التعصب، اتبع الدليل، إذا كان الدليل مع الحنبلي خذ، إذا كان الدليل مع الحنفي وأنت حنبلي خذ بالدليل، ولو خالف مذهبك أنت تتبع الدليل، والاجتهاد يخطئ ويصيب، فاتبع الدليل. نعم،
ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. والطوائف، طوائف اللي يعتزي لطائفة كذا وطائفة كذا. المسلمون يا إخوة سواء، ما في طائفية، ما في حزبية. نعم. ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. والمشايخ ينتسب إلى شيخ معين ولا يقبل إلا منه، لا يقبل الحق ولو ما هو من عند شيخك، ولو كان من الشيخ الآخر. نعم. أنت قصدك الدليل، ما هو قصدك الأشخاص. نعم. وتفضيل بعضهم على بعض. نعم، يدعو تفضيل إلى بعض العلماء على بعض، علماء المسلمين ما يفضل بعضهم على بعض من باب الفخر، من باب التنقص المفضول، هذا ما يجوز. نعم. يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي. هذا كلام ابن القيم. نعم. فكل هذا من دعوة الجاهلية. إيه نعم، التعصب من دعوة الجاهلية، تعصب للأشخاص، تعصب للمذاهب، تعصب للقبائل، كله من أمور الجاهلية. نعم. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. دعا باللعنة صلى الله عليه وسلم على الخامشة وجهها عند المصيبة، والشاقة لجيبها عند المصيبة. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذه الأمور. نعم. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. نعم، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. نعم. وقد يعفى عن الشيء الصغيرة ينهى عنها ولا يلعن فاعلها، أما الكبيرة فينهى عنها ويلعن فاعلها، يدعى عليه باللعنة. نعم. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا. نعم. وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله. الذي ما يصل إلى الجزع والسخط لا بأس به. نعم. لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وليس فإنهما تأسفا على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبكيا، وقالت فاطمة وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وهذا لا يجوز هذا. لكن المصيبة قد تذهل الإنسان ولو كان أنه ما يقصد هذه الأشياء. نعم. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء لما في الصحيح. البكاء ما يقدر الإنسان يمنعه، غصب عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن. البكاء ما هو باستطاعة الإنسان، ويدل على الرحمة، البكاء يدل على الرحمة. نعم. لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. نعم. فدل على جواز مثل هذه الأمور، الحزن والبكاء الإنسان ما يستطيع يمنعه. نعم. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت. أسامة بن زيد ابن حارثة، ما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. نعم. ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما رأى ابنته في سكرات الموت ونفسه تتقعقع في صدره، بكى صلى الله عليه وسلم. سأله سعد
سأله سعد بن أبي وقاص أو سعد بن عبادة، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا رحمة جعلها الله في قلبي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء رحمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. نعم، هذا يدل على أن المصائب من صالح المؤمن، التي تجري عليه هذا من صالحه، لأن الله يكفر بها خطاياه أو يرفع بها درجاته، فهي من صالحه. المصائب إذا جرت على المؤمن فهي من صالحه، وهذا مما يطمئن المؤمن، إذا علم أن المصائب من صالحه فإنه يطمئن ولا يجزع. نعم. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. لأن المؤمن كفر ذنبه ولقي الله ليس عليه ذنب المصيبة، أما الكافر تبقى عليه معصيته ويلقى الله بها، والعياذ بالله. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. نعم. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه. التمحيص، قال جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. المصائب هذه تمحيص للمؤمن ومحق للكافر. نعم. أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة، لأنها مكفرات للذنوب. نعم. وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها. نعم. وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. نعم. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك. نعم. فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، الله تبارك وتعالى محمود عليها. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نعم. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال جل ذكره: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم. وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا. نعم.
قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي يوافي حتى يوافي، نعم يوافي الفاعل ضمير مستتر يعود على ما قبله، نعم. قال العزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب، وهذه الجملة هي آخر الحديث، نعم. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، يكفي نقف عند نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أيهما أفضل الصبر أم الشكر؟ الصبر على الابتلاء، السبب مختلف، الصبر على الابتلاء والشكر على النعمة، نعم. أحسن الله يعني إليكم، اختلفوا هل أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أفضلهما أي أكثرهما إيمانا، أكثرهما إيمانا، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الصوم يعتبر من الصبر؟ ما في شك، الصوم يقولون يجمع أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على أقدار الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على طاعة الله، كلها تجتمع في الصيام، فهو طاعة لله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة لما يجد من الجوع والعطش، وصبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، يكف نفسه عن المفطرات، عن الماء وهو عطشان، عن الطعام وهو جائع، يكف نفسه، هذا دليل على إيمانه، ولو شاء لأكل وشرب ولا أحد يدري عنه، يروح له بصفة مظلمة ويأكل ويشرب ما يدري عنه أحد، لكن إيمانه بالله يمنعه من ذلك، حتى ولو كان خاليا بنفسه وبظلمه ما يراه أحد، ما يمكن أنه يقدم على معصية الله لإيمانه الذي يمنعه ويحجزه من ذلك، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يؤجر الكافر على صبره إذا أصيب بمصيبة ولم يتسخط؟ قد يخفف عنه العذاب، قد يخفف، الله أعلم، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من تسخط في بداية المصيبة ثم صبر هل يؤجر على ذلك؟ نعم يؤجر على صبره ويؤاخذ على تسخطه، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الصبر يشمل الأمراض النفسية، هل المصائب تشمل الأمراض النفسية ويقال للمريض اصبر؟ نعم الصبر يشمل كل ما يتضرر منه الإنسان ويتألم منه الإنسان، إذا صبر هذا دليل على إيمانه واحتسابه، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله المصائب نعمة، هل يجوز أن أدعو على نفسي بالمصيبة؟ لا، سأل ربك العافية، ما تدري أن تصبر عند المصيبة أو لا، لا تزكي نفسك، سأل الله العافية، قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة
تحت ظلال السيوف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، والحديث وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. يقول: دلت الآية على أن المصائب بسبب المعاصي، ودل الحديث على أن الأنبياء، ولكن الأنبياء أبعد الناس عن المعاصي، ومع ذلك هم أشد الناس بلاء، كيف الجمع بينها؟ يا أخي، المصائب إما أن تكون تكفيرا للذنوب، وإما أن تكون رفعة للدرجات. اللي يجري على الأنبياء وعلى المؤمنين الصادقين هذه رفعة في درجاتهم. قد يكون للإنسان المؤمن منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب من أجل أن ينال هذه المنزلة عنده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. يبتليه بالمصائب فيصبر فيصل إلى هذه المنزلة الرفيعة في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز ذكر أنساب الناس من باب التعريف بهم؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إذا ما هو بالقصد الافتخار أو حط أقدار الناس الذين ليس لهم أنساب مرتفعة، فلا بأس بذلك، في كتب الأنساب كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل نقول أن كل شيء من عند الله حتى المعاصي؟ بقدر الله. نعم، بقدر الله، المعاصي والطاعات بقدر الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الطعن في النسب والنياحة على الميت من الكبائر أم من الصغائر؟ من الكبائر، لأن عليها وعيد، وكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو تعقب بنفي الإيمان، فهو كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل كل كفر أصغر يعد من الكبائر، وليس كل الكبائر من الكفر الأصغر؟ لا، كل كفر أصغر هو من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا ولد علقمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يكون صحابيا؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بهذه الشروط، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، مؤمنا به عند رؤيته له، هذا الشرط الثاني، ومات على ذلك ولم يرتد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ورد هنا معرفا بأل، فهل المقصود هنا الكفر الأكبر أم الأصغر؟ هذا فيه تفصيل، إذا حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن من حكم الله هذا كافر الكفر الأكبر، أو يرى أنه مساو لحكم الله يقول كل واحد هذا وهذا، هذا كافر. أما من قال الله حكم الله أحسن وأتم فهذا يكفر الكفر الأصغر لا الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل قول علي رضي الله عنه: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، هل المقصود به الإيمان الواجب؟ إيه نعم، الإيمان الواجب، اللي ما عنده صبر ما يثبت على الإيمان، الإيمان يحتاج الذي لا يثبت على أحكام الله وعلى طاعة الله هذا ليس عنده إيمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إقامة الحلقات للتعريف عن الشيخ المتوفى وذكر فضائله
والاجتماع وإقامة المحاضرة في مسجده يعد من النياحة؟ يعد هذا مما لا يجوز، هذا العمل، هذا لا يجوز، هذا العمل يدعى له، الدعاء يدعى له، أما أن يقام في مسجده، يقام في مسجده حفل ويثنى عليه، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا من يعتبر من الغلو في حقه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، هل في هذا خطاب مباشر للميت؟ هو خطاب، ولكنه ليس خطاب لحي، وإنما هو لميت، خطاب لميت، وليس فيه محذور بهذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين كمال الإيمان الواجب وبين الإيمان المطلق؟ نعم. يقول: هل هناك فرق بين كمال الإيمان الواجب والإيمان المطلق؟ الإيمان الواجب هو الإيمان المطلق، لا فرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الدليل على أن الإنسان مسير ومخير؟ ما الدليل على أن الإنسان مسير ومخير؟ الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، هو مسير من حيث أقدار الله التي تجري عليه، ومخير من حيث الطاعة والمعصية، هو يفعل الطاعة والمعصية باختياره وإرادته، هو مخير، فمن أطاع الله فهو أطاعه باختياره ليس مجبرا، ومن عصى الله قد عصاه باختياره وليس مجبرا على المعصية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح القول بأن من خالف أهل السنة والجماعة بأصل واحد فإنه يخرج من أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية؟ وما هو هذا الأصل الواحد؟ ندري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال بعضهم أن الصبر مستحب وليس بواجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تصرع: إن شئت صبرت. نعم. يقول: قال بعضهم أن الصبر مستحب وليس بواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تصرع: إن شئت صبرت، فهل هذا الفهم صحيح؟ إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت، قالت أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا تكشف، فدعا لها صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل إنشاء قصائد الرثاء من النياحة على الميت؟ لا، ما هو من النياحة على الميت. الرسول صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت رضي الله عنه، رثى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الكفر شعب؟ نعم، الكفر شعب، أكبر وأصغر وأنواع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من رفع صوته في المصيبة بذكر الله يعتبر من النياحة؟ لا حاجة إلى رفع الصوت، يذكر الله بدون رفع صوت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يربي المسلم نفسه على الصبر على أقدار الله؟ ربيها إذا تعلم العلم النافع، العلم النافع، فإنه يربي نفسه، أما إذا كان جاهلا فكيف يربي نفسه وما عنده علم؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تخويف الطفل بقول يا ويلك؟ لا يجوز هذا، يمكن ينغرس في نفسه الخوف، أو ربما يصاب في عقله، فلا ينبغي ترويع الطفل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل في اجتماع العوائل أو القبائل يعد من دعوة الجاهلية؟ إيش؟ يقول: هل اجتماعات العوائل أو القبائل
تعد من دعوى الجاهلية؟ لا، هذا للتعارف، هذا للتعارف والتواصل، لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تقليد مذهب معين من العوام فيأخذ يقول ويرجع إلى بعض المشايخ، وهل يعتبر ذلك من التعصب؟ لا، الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللي ما عنده علم يسأل العلماء، يسأل العلماء، أمر الله بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التعصب للمشايخ فيقول أحدهم: أنا لا أقبل إلا من الشيخ الفلاني؟ سمعتم أن ابن القيم يعد هذا من التعصب المذموم، التعصب لبعض المشايخ دون بعض، هذا من التعصب المذموم، يقول ما أقبل الفتوى إلا من فلان، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح أن نعرف الشرك بأنه مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله؟ الشرك هو عبادة غير الله، هو عبادة غير الله، هذا الشرك. أما هذا التعريف الذي ذكرت، هذا ما وجدناه ولا ندري، ما شفنا تعريف العلماء له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل التخلق ومجاهدة النفس على ذلك يؤجر عليها المسلم ويدخل في درجة هل التخلق ومجاهدة النفس على ذلك؟ تخلق، نعم، إيه؟ هل التخلق ومجاهدة النفس على ذلك يؤجر عليها المسلم ويدخل في الصبر؟ نعم، إذا جاهد نفسه. الجهاد أنواع، أولها جهاد النفس، ثانيها جهاد الشيطان، ثالثها جهاد العصاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابعها جهاد الكفار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين القسم على الله والتألي على الله؟ تألي على الله لا يغفر لفلان، هذا التألي على الله، انك تقول والله لا يغفر الله لفلان، هذا التألي، حلفت ان الله ما يغفر لفلان. وهذا جاء ان الله عز وجل قال: من ذا الذي يتألى علي، اي يحلف علي الا اغفر لفلان، اني قد غفرت له واحبطت عملك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هل هنا نفي الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ أكمل الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لابد من هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في حديث جبريل الطويل ذكر أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، لما كرر لفظ تؤمن عندما قال وتؤمن بالقدر؟ يعني لطول الفصل، يعني إذا طال الفصل يكرر الكلام. نعم، لأجل وصل بعضه ببعض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كل كبيرة دون الشرك الأكبر والكفر إذا فعله المؤمن ينقله من الإيمان إلى الإسلام؟ لا، المؤمن يعصي، تقع منه المعصية، يقع منه المخالفة، لكن يتوب إلى الله عز وجل وهو مؤمن، لا ينتقل إلى الإسلام، لأن الإسلام يدخل فيه المنافق، الإسلام يدخل فيه المنافق الإسلام، وأما الإيمان فلا يدخل فيه المنافق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يقول: هل هذا يشمل المؤمنين والكافرين؟
نعم الروع ولا يشمل الخلق كلهم. نعم روع الساعة وقيام الساعة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أين يكون أهل الإيمان في عرصات القيامة؟ نعم يقول أين يكون أهل في المحشر؟ يكونون في المحشر الساهرة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول الله في كل مكان؟ هذا كفر والعياذ بالله. حلولية، هذول الحلولية يقول الله في كل مكان، هذه الحلولية، هذا كفر بالله عز وجل. الله جل وعلا فوق عباده وهو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير. الله جل وعلا في العلو، الله في العلو. وأما من يقول أنه في كل مكان هذا حلولي، هذا كفر والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ماتت أمي وكانت متعلقة بالأضرحة تعظمهم وتزورهم وتحبهم، ولا أعلم إن كانت تصرف لهم نوعا من أنواع العبادة، وعندما أنصحها تضحك وتقول: أعلم أن الله هو المستحق للعبادة الذي لا شريك له، ولكني أحبهم حبا شديدا، فما الواجب علي بعد مماتها؟ الواجب عليك الدعاء لها والاستغفار لها. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المقصود بقول بعض العلماء إن العمل شرط؟ إلا إن كانت تتعلق بالقبور وتدعو أصحابها تطلب منهم الحوائج، هذه كافرة، لا تدعو لها ولا تستغفر لها. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المقصود بقول بعض العلماء إن العمل شرط للإيمان؟ إيش؟ يقول: ما المقصود بقول بعض العلماء إن العمل شرط للإيمان؟ من هم العلماء اللي يقولون هالكلام؟ هذا ما سمعناه. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: العمل من الإيمان وليس شرطا له. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: انتشر اللعن بين الناس ويكون أحيانا على سبيل المزاح، فهل يجوز اللعن؟ لا يجوز، لكن انصحهم، من رأيته يفعل هذا فانصحه، حذره من هذا. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الأذان وهو جنب؟ لا بأس بذلك، إلا أن الأفضل أن يكون متطهرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام، متى لا يقال فيه أنه حديث عهد بكفر؟ يقول: الكافر إذا أسلم ودخل في الإسلام، متى لا يقال فيه أنه حديث عهد بكفر؟ إذا كان إسلامه قريب، إذا كان دخوله في الإسلام قريب، زمن قريب، فهو حديث عهد بكفر. أما إذا كان بين إسلامه، إذا كان بين إسلامه يعني بعد إسلامه مدة طويلة، هذا ليس حديث عهد بالكفر. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لقب خادم الله؟ لا، الله جل وعلا ليس بحاجة للخدمة، ليس بحاجة للخدمة. الصوفية يسمون العبادة الخدمة، يسمون العبادة الخدمة لخدمة الله. نعم هذا ما هو صحيح، الله ليس بحاجة للخدمة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أذن ابني قد خرجت من الرأس وأصدقاؤه يستهزئون به دائما. يقول: أذن ابني قد خرجت من الرأس وطلاب المدرسة يقول يستهزئون به، فهل يجوز أن أعمل له عملية تجميلية جراحية؟ أي نعم، إذا كان الأطباء قرروا أنه يمكن علاجها وإزالة ما فيها من التشويه فلا بأس. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول:
إذا كان المسلم يبغض الكافر لأجل دينه ودنياه، يقول كيف نميز بين البغض في الله والبغض لغير الله؟ يقول إذا كان المسلم يبغض الكافر لأجل لأمر في الدين وأمر في الدنيا، يقول كيف نميز بين البغض لله والبغض لغير الله؟ نعم، قد يبغض الكافر لكفره ويبغض الكافر إذا آذاه أو تعدى عليه. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم.